السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب فيكم أعزائي الطلبة في مقرر الجغرافيا الاقتصادية الجامعة 2، عنوان الدرس لليوم الخدمات والتجارة. أستعرض معكم أعزائي أهداف الدرس. يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يتعرف مفهوم الخدمات، يتعرف أصناف الخدمات، يتعرف مظاهر وعوامل تنامي الخدمات في الدول المتقدمة والنامية، يبرز عوامل نمو الصادرات العالمية، يحدد الأقطاب المحركة للتجارة العالمية، يتعرف المشاكل الأساسية للتجارة الدولية، ويقرأ مستندات متنوعة تتعلق بالخدمات والتجارة الخارجية ويحللها. الآن عزيزي الطالب، في الدروس السابقة تعرفنا بأن الاقتصاد يتكون من 3 قطاعات أساسية، وهي الزراعة والصناعة والخدمات. اليوم أتعرف على القطاع الثالث من قطاعات الاقتصاد، وهو قطاع الخدمات. مما يتكون قطاع الخدمات؟ يتكون قطاع الخدمات من مختلف الأنشطة الاقتصادية التي توفر إنتاج غير مادي، وقد تدعمت مكانة هذا القطاع في الاقتصاد والمجتمع في كل من الدول المتقدمة والنامية. سنتعرف اليوم ما هي أصناف الخدمات، ما هي مظاهر وعوامل تناميها في العالم، ما هي عوامل نمو الصادرات العالمية، ما هي الأقطاب المحركة للتجارة العالمية، وفيما تتمثل المشاكل الأساسية للتجارة الدولية. لاحظ معي عزيزي الطالب بأن الدرس يتكون من قسمين، القسم الأول يتناول الخدمات والقسم الثاني يتناول التجارة. سأبدأ معكم بالقسم الأول وهو الخدمات. أمامك مجموعة من الأمثلة متنوعة عن الأنشطة الخدمية. خدمات تحدد حسب مقدم الخدمة وتهدف أو لا تهدف إلى الربح. النوع الثاني خدمات تحدد حسب تواتر استعمال الخدمة واستهلاكها. والنوع الثالث خدمات تحدد حسب وجهتها من قبل المؤسسات الخدمية. أمامك مجموعة من هذه الأمثلة. صنف الخدمات الواردة في المستند السابق حسب المعايير المكتوبة في الجدول التالي. إذن تكون الإجابة على النحو الآتي: خدمات تحدد حسب مقدم الخدمة وتهدف أو لا تهدف إلى الربح، حيث تنقسم إلى الخدمات العمومية وهي الخدمات التي لا تهدف إلى الربح، وخدمات خاصة وهي الخدمات التي تهدف إلى الربح. أمثلة على الخدمات العمومية مثل الصحة، التعليم، والقضاء.
أما أمثلة على الخدمات الخاصة التي تهدف إلى الربح مثل التعليم الخاص، البنوك والتأمين. أما القسم الثاني وهي خدمات تحدد حسب تواتر استعمال الخدمة واستهلاكها، الخدمات النادرة مثل الاستشارة، الهندسة، دراسة الأسواق. أما الخدمات العادية فتشمل مراكز الشرطة، البريد، تجارة المفرد، التعليم والصحة. القسم الثالث وهي خدمات تحدد حسب وجهتها من قبل المؤسسات الخدمية، أي أنها خدمات توجه إلى مؤسسات أو إلى أشخاص. الخدمات التي توجه إلى المؤسسات هي الاستشارة القانونية والمالية، الدعاية، الإعلان، البحث العلمي، التطوير التكنولوجي. أما الخدمات الموجهة إلى الأشخاص فهي الخدمات الصحية، الخدمات الثقافية، الخدمات المنزلية، وخدمات التصليح. الآن أنتقل معك عزيز الطالب إلى مظاهر وعوامل تنامي الخدمات. أمامك مستند يوضح نسبة تطور العاملين في قطاع الخدمات في بعض الدول المتقدمة. ركز معي عزيز الطالب على ولاحظ نسبة التطور في نسبة العاملين في الدول المتقدمة خلال السنوات. وأمامك مستند يوضح تطور مساهمة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي لبعض بلدان العالم. بعد قراءتك للمستندين السابقين، بين من خلال الجدول الإحصائي والرسم البياني مظاهر تنامي الخدمات في العالم. نستنتج الآن بأن مظاهر تنامي قطاع الخدمات يتلخص في نقطتين أساسيتين. الأولى، تنامي نسبة العاملين في قطاع الخدمات. نلاحظ في الجدول ونلاحظ في الولايات المتحدة الأمريكية نسبة العاملين في عام 1970 تبلغ 61%، بينما استمرت في النمو إلى عام 2011 ووصلت إلى 80%. النقطة الثانية، تنامي مساهمة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي. فباليابان مثلا تطور نصيب الخدمات من الناتج المحلي الإجمالي من 51 تقريبا في سنة 1970، ولاحظ معي باللون الأزرق في اليابان 51%، بينما تطورت وتنامت نسبة مساهمة الخدمات سنة 2011 ووصلت إلى 72.7. أما في تركيا فقد تنامت نسبة الخدمات من 37، لاحظ باللون الأزرق، من 37 إلى 63% في عام 2011. إذا نلخص مظاهر تنامي قطاع الخدمات، وأقصد بمظاهر تنامي قطاع الخدمات بأن قطاع الخدمات يظهر في تنامي نسبة العاملين وتنامي مساهمة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي. الآن أنتقل معي عزيز الطالب إلى عوامل تنامي قطاع الخدمات. أمامك مستند يبين ترابط الصناعة والخدمات. اقرأ النص ثم أجب عن الأسئلة التالية. يشير النص إلى عامل من عوامل تنامي الخدمات في العالم، اذكره. اذكر عوامل أخرى لتنامي قطاع الخدمات في العالم. نستنتج عزيز الطالب من المستند السابق عوامل تنامي قطاع الخدمات، ونعني ما هي العوامل التي ساعدت على نمو قطاع الخدمات في العالم. 1- التوسع في استعمال الحاسوب في الأنشطة الاقتصادية، وهذا ما نلاحظه الآن في الوقت الحالي من تطور تكنولوجي في العالم. 2- تعاظم أهمية الإدارة والابتكار والدعاية والتسويق. تطور استهلاك الخدمات لدى السكان نتيجة لتغير نمط العيش، وكذلك إلى ظهور حاجات خدمية جديدة كخدمات الهاتف والترفيه والسياحة. ترابط الصناعة والزراعة بالخدمات، وهي القطاعات الأساسية المكونة للاقتصاد. كما من أهم مميزات عوامل تنامي قطاع الخدمات هو ثولثة القطاع الصناعي. ما
ماذا نقصد بثولثة القطاع الصناعي؟ ثولثة القطاع الصناعي نقصد فيها تزايد نسبة النشيطين العاملين في وظائف غير إنتاجية، أي أن هناك سيطرة من القطاع الثالث وهو قطاع الخدمات، هناك سيطرة من القطاع الثالث على القطاع الصناعي، وتزايدت نسبة النشيطين العاملين في وظائف غير إنتاجية في داخل المؤسسات الصناعية. الآن انتهينا أعزائي الطلبة من القسم الأول من درس اليوم الخدمات، الآن أنتقل إلى القسم الثاني ويتناول التجارة بنوعيها الداخلية والخارجية. أمامك مجموعة من المستندات. المستند الخامس يوضح حصص مناطق العالم من الأدفاق العالمية للسلع والخدمات التجارية، ونقصد بها الصادرات والواردات، كمية التدفق العالمي من السلع والخدمات. أما المستند السادس فيوضح بنية صادرات السلع بمناطق العالم وقاراته. المستند السابع يوضح تطور الموازين التجارية ببعض بلدان العالم. الآن بعد قراءتك للمستندات السابقة أجب عن الأسئلة التالية. من خلال المستند الخامس قارن بين حصة الدول المتقدمة وحصة الدول النامية من الأدفاق العالمية للسلع والخدمات وماذا تستنتج؟ أذكر الأقطاب المتحكمة في التجارة العالمية من خلال المستند الخامس. أذكر أكثر السلع تصديراً في الدول النامية والدول المتقدمة وبماذا تفسر ذلك؟ بماذا تفسر فائض الميزان التجاري في كل من ألمانيا والكويت؟ الآن نستنتج من المستندات السابقة التجارة الخارجية، ونقصد بالتجارة الخارجية هي عملية تبادل السلع والخدمات بين الدول، وقد تكثفت بعد الحرب العالمية الثانية. ما هي عوامل نمو الصادرات العالمية؟ كيف نمت الصادرات العالمية؟ ارتفعت قيمة الصادرات العالمية من 25 مليار دولار سنة 1938 إلى 12,377 مليار دولار سنة 2009، أي تضاعفت حوالي 500 مرة، وذلك يعود إلى عدة عوامل، من أهمها الدور الذي قامت به الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات الجمركية، ونقصد بها اتفاقية الجات. اتفاقية الجات التي تهدف إلى تحرير المبادلات العالمية ومقاومة سياسة الحماية الجمركية، بالإضافة إلى توجه البلدان المصنعة نحو تكثيف التصدير، وكلما زادت كمية الصادرات نمت الصادرات العالمية في العالم. التحول من اقتصاد صناعي مبني على مواد طاقة ومواد منجمية، أي أنها من مواد أولية، إلى اقتصاد صناعي يعتمد على مواد متنوعة، هذه كلها ساهمت في نمو الصادرات العالمية في العالم، وبالتالي تكثفت التجارة الخارجية بين الدول. كما أن تطور تقنيات النقل من حيث السرعة والتخصص والقدرة على الشحن ساهم بشكل كبير في ارتفاع ونمو الصادرات العالمية، لما لها من تأثير كبير في عملية نقل الصادرات والواردات بين دول العالم. الآن أنتقل معك عزيز الطالب إلى التركيبة النوعية للتجارة العالمية، أي بنية التجارة العالمية، مما تتكون المواد التي تصدرها الدول المتقدمة أو التي تصدرها الدول النامية. نلاحظ هيمنة للمواد المصنعة ونمو حصتها من 58% سنة 1965 إلى 75% سنة 1990 من مجموع الصادرات العالمية. حصة المواد المصنعة من صادرات البلدان المتقدمة تتراوح ما بين 75% بأمريكا الشمالية، 80% بالقارة الأوروبية، و92% باليابان، وحيث تحتل المنتجات ذات التكنولوجيا العالية مكانة متميزة من ضمن صادراتها، أي أن جزء كبير ونسبة عالية من المواد المصنعة في هذه الدول هي منتجات تكنولوجية عالية ذات قيمة مضافة عالية.
البلدان النامية مساهمتها في الصادرات العالمية للمواد المصنعة ضعيفة رغم ارتفاعها، ولكنها تبقى ضعيفة مقارنة بالدول المتقدمة، كما لا تزال أغلب بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ترتكز صادراتها بنسبة 75% على الخامات الزراعية والمنجمية والطاقية. وبالعودة إلى مستند بنية الصادرات، لاحظ معي عزيز الطالب وركز على مفتاح المستند. باللون الأزرق نلاحظ هي منتجات صناعية، بينما باللون الأخضر نلاحظ منتجات فلاحية، وباللون الأحمر هي منتجات منجمية وطاقية. لاحظ في أمريكا الشمالية وفي أوروبا وفي آسيا، ونقصد بالذات في آسيا اليابان والنمور الآسيوية ودول حديثة التصنيع، نلاحظ بأن في أوروبا وأمريكا وآسيا ارتفاع كبير لنسبة المنتجات الصناعية، بينما لاحظ معي في أمريكا اللاتينية وفي أفريقيا وفي الشرق الأوسط، لاحظ بأن النسبة الأعلى من بنية الصادرات هي لخدمات منجمية وطاقية. أنتقل معك عزيزي الطالب إلى الأقطاب المحركة للتجارة العالمية. ما هي الأقطاب التي تتحكم في السوق العالمية؟ ما هي الدول التي تسيطر على التجارة في العالم في الوقت الحالي؟ يستثمر الثالوث، ونقصد بالثالوث الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة واليابان. يستأثر الثالوث بفضل شركاته متعددة الجنسيات ب 58% من المبادلات العالمية للسلع، وب 67% من المبادلات العالمية للخدمات، بينما تبقى البلدان النامية مكانتها هامشية في التجارة العالمية، إذ لا تساهم بلدان القارة الأفريقية إلا ب 2.9 من التجارة العالمية. وبالعودة إلى المستند الخامس الذي يوضح حصص مناطق العالم من الأدفاق العالمية، نلاحظ بأن دول الثالوث هي المسيطرة على السلع والخدمات التجارية في العالم، ونلاحظ بأن دول القارة الأفريقية لا زالت مكانتها هامشية وضعيفة في التجارة العالمية. الآن أنتقل معكم إلى المشاكل الأساسية للتجارة الدولية. تعاني التجارة الدولية من ثلاثة مشاكل أساسية. المشكلة الأولى هي العجز في الموازين التجارية. المشكلة الثانية هي تدهور شروط المبادلة بين الدول الصناعية والدول النامية. المشكلة الثالثة هي الحماية الاقتصادية الجديدة. ركز معي يا عزيزي الطالب على المشكلة الأولى، وهي العجز في الموازين التجارية، حيث تفاقم عجز الميزان التجاري الأمريكي ودول أخرى متقدمة باستثناء اليابان وألمانيا، كما سجلت الموازين التجارية للبلدان النامية عجزاً باستثناء الدول النفطية التي تستفيد من ارتفاع أسعار النفط. لاحظ معي عزيزي الطالب مستند السابع الذي يوضح تطور الموازين. ركز على الولايات المتحدة الأمريكية. تسجل الولايات المتحدة الأمريكية عجزاً في الميزان التجاري، بينما ألمانيا تسجل فائض في الميزان التجاري. الكويت تسجل فائضاً في الميزان التجاري، وذلك لأن الكويت من الدول النفطية. أما المشكلة الثانية فهي تدهور شروط المبادلة بين الدول الصناعية والدول النامية، وأقصد بتدهور شروط المبادلة هو عدم التكافؤ بين الصادرات والواردات بين الدول المتقدمة والدول النامية. يتضح هذا ويتمثل في تخصص البلدان النامية في إنتاج وتصدير مواد أولية زراعية منجمية طاقية، عادة ما تكون بأسعار منخفضة، بينما تتخصص البلدان المتقدمة في تصدير مواد مصنعة ذات قيمة مضافة عالية. نلاحظ وجود خلل بين الدول المتقدمة والدول النامية في الصادرات والواردات.
طبعا هذا الخلل لصالح الدول الصناعية التي تزداد غنى وبالعكس إلى إفقار الدول النامية. المشكلة الثالثة هي الحماية الاقتصادية الجديدة، وتتمثل في المواصفات الفنية التي تفرضها الدول المتقدمة على السلع المستوردة التي تتناسب مع قوانين حماية البيئة والصحة العامة. إذن هذه المشاكل الأساسية للتجارة الدولية. الآن انتهينا أعزائي الطلبة من التجارة الخارجية، أنتقل معكم إلى آخر نقطة في درس اليوم وهي التجارة الداخلية. التجارة الداخلية نقصد بها هي عملية تبادل سلع وخدمات داخل البلد الواحد، وتنقسم إلى تجارة الجملة وتجارة المفرق. يرتبط توسع التجارة الداخلية بالنمو الاقتصادي والاجتماعي، أي أنه كلما زاد النمو الاقتصادي والاجتماعي داخل الدولة نمت وتطورت وتوسعت التجارة الداخلية في هذه الدولة، لأن النمو الاقتصادي والاجتماعي ينمي الاستهلاك، كما أن تحديث شبكة المواصلات التي تدمج بين المناطق بالسوق التجارية وتسهل التوزيع تساهم بدرجة كبيرة في توسع التجارة الداخلية داخل البلد. الآن عزيزي الطالب، عند اختيار موقع تجاري معين، الموقع التجاري في بلد ما يخضع لعدة عوامل. أهم عوامل اختيار الموقع التجاري عندما تريد أن تختار موقعاً تجارياً مميزاً في بلدك، فإنه هناك عدة شروط يخضع إليها اختيار هذا الموقع. النقطة الأولى هي سهولة الوصول إليه، إذ لابد أن يكون الموقع التجاري سهل الوصول. النقطة الثانية توافر الأرض بسعر الملائم. النقطة الثالثة القرب من الأحياء السكنية. أما النقطة الأخيرة فهي اتساع العقار لبناء مواقف سيارات، لبناء صالات العرض أو للمخازن. هذه أهم شروط اختيار الموقع التجاري. بهذا أعزائي الطلبة انتهينا من التجارة بنوعيها الداخلية والخارجية. انتهى الدرس، وشكرا لحسن استماعكم.